طيب عبير عايزه تقول حاجه، اتفضلي يا عبير. في نقاط نور طبعا، تحياتي للدكتوره سعاد، وانا من الشريعه الاسلاميه. لكن الرجم في الاسلام ولا مش موجود في الاسلام؟ والقرار عن الزنا هل بيؤخذ فيها في الاسلام ولا لا؟ وليه لا بيحدث الرجم؟ لا 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 لا، معلش يا دكتور، معلش حضرتك خليني اكمل كلامي، مش لا تقربوا الصلاه ارجوك يا دكتور. يعني يؤخذ بهذه الامور؟ اذا هناك اعلان للافعال الفاسقه والفجوريه، اعلان من مين؟ المتضرر او من الناس البشر؟ نحن لسنا الهه، احنا مش الهه. طبعا احنا مع التلصص وضد اي شيء خارق للقانون، لكن ايش عرفنا احنا هي وصل لها الكلام ده منين؟ مش يمكن يكون وصل لها من ستات؟ مش يمكن جابته من المواقع؟ ولو طريق غير متيقن. حضرتك طبعا كلامك طيب، مش ممكن، احنا مش ممكن ننهضه، لكن الكلام الطيب احيانا ما بيكونش واقعي. احنا لازم نشوف سريعه الست دي ايه؟ حضرتك بصي يا استاذه عبير، منين جابت المعلومات؟ بصي حضرتك، هل يا ترى عرفنا هي قد ايه بتتالم؟ وبعدين خلينا نتكلم بقى، خلينا نتكلم. دكتور فكر تدليل الرجل بهذه السكينه يعني معلش، والانكسار وعدم الثأر لكرامه المراه، ده امر. هي الدكتوره سعاد بتتكلم على البيت، سواء الرجل او المراه يا عبير. انا عارفه حضرتك، يعني اي مكان يكون متواجد فيه الخائن. دكتوره سعاد كلامها رفيع وعلى الراس. بصي حضرتك، طب ندي فرصه للدكتوره سعاد ترد يا عبير. يا استاذ عبير، لو سمحت، عندنا قاعده فقهيه بتقول ايه؟ الضرر الاخف يتحمل لدفع الضرر الاشد. يعني ايه الكلام ده؟ الضرر الاخف يتحمل لدفع الضرر الاشد. مين وهذه القاعده ماخوذه من حديث الرسول المشهور: لا ضرر ولا ضرار. بمعنى يا دكتور، بمعنى مين المحدد يا عبير؟ ثواني بس، خلي الدكتوره سعاد تخلص. بمعنى ان الضرر اللي وقع عليها يختلف عن الضرر اللي هيقع عليه في المجتمع كله. المجتمع كله هيبقى هو ما مش اهراه وفضحته وكل هيتكلم عليه، فهي تعفو، مش عايزه تعفو، تتجاهل، تصبر. ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. لكن احنا كلنا بنسيب نفسنا لوسواس الشيطان، ده منتهى الصراحه. لا ما تسكتيش، لا ده اهانك، لا ده عملك، لا ده خانك، لا. ولذلك ربنا بيقول لحضرتك ايه؟ زين لهم الشيطان اعمالهم فنسوا الله فنسيهم. طب دكتوره سعاد، ممكن اقول حاجه، اسالك سؤال؟ نعم. دلوقتي دكتورة سعاد، اللي فهمته من كلامك انه المرأة او الزوجة اللي تكتشف الخيانة انها مطلوب منها انها تتستر على هذا الظلم وهذا الجرح وهذه الخيانة. ايوه انا فهمت صح؟ ايوه صح. طب اني بني ادم في الدنيا ممكن يكون عنده إرادة، ما عايزة حضرتك هذه الإرادة، حضرتك في حاجة اني ست جهاد النفس. يا أستاذة بسمة، في حاجة اسمها جهاد النفس. جهاد النفس ده انت عارفين ان كل نفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله، إلا ما رحم ربي. بيسميه جهاد كبير لأنه بيحتاج قوة. وربنا قال في إيه؟ والذين جاهدوا فينا يعني من أجله لنهدينهم سبلنا. شوفي بقى قد إيه؟ يعني الكاظمين الغيظة والعافين عن الناس. فالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فينا يعني من أجل إرضاعنا. وهو ربنا قال لك خذ العفو، وربنا قال لك ولا من عفا. إذا أنا لما بعفو إرضاء لله وليس إرضاء للزوج، أو وليس إن أنا يعني هو بقى إيه حرام إن أنا أعمل، ده إرضاء لله، لأن ده دعوة من الله. يعني هي تحاسب الزوجة اللي تعمل كده؟ تحاسب؟ طبعا تحاسب، لأنها لم تفوت أمرها لله.
شهرت بيه، يعني هي اختصت منه وتركت القصاص الأصلي من الله. بشكرك جدا دكتورة سعاد، يعني كل اللي قلتيه الحقيقة يعني من الدين، والحقيقة يعني أستاذة أو دكتورة سعاد صالح أستاذة فقه المقارن بجامعة الأزهر قالت الحقيقة شوية حاجات يعني مفيدة، ولكن أنا عارفة أنها تقيلة وصعبة على المرأة أو الزوجة اللي مصابة بالخيانة.